أول وصفة هنعملها هي وصفة فراخ بالبصل. عايزين كيلو صدور دجاج مخلية، 3 بصلة كبار، 6 فصوص ثوم، ملح وفلفل، 1 معلقة صغيرة بهارات، 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 2 معلقة كبيرة سماء، 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، 1 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة كبيرة سمنة، 1 أو زيت زيتون. يعني أنا بفضل نحط زيت زيتون في الوصفة دي بدل السمنة، أحسن نحط ربع كوباية زيت زيتون، وواحد فص مستكة، بصل أخضر للوش، ومعلقة صغيرة صنوبر مقلي للوش. هنحط زيت زيتون جنب السمنة أحسن. أول حاجة خلينا بس ندوب المستكة وندي كده البصلة بس تقليبة خفيفة، نحط السمنة وزيت زيتون. مش هاخد كمية يا إما تحطوا زيت زيتون لوحده، يعني يا ده يا ده، بس زيت زيتون بيبقى حلو مع الوصفة دي. فنحط تقريبا ربع كوباية من زيت الزيتون على ما يسخن شوية. خلينا نقطع البصل بتاعنا، طبعا لازم بصل كتير في الوصفة دي. خلينا نحط المستكة مع زيت الزيتون علشان بس ايه ما تحطوش كتير علشان ما تمرمرش. حلو كده خلاص. نقلب بقى شوية الكلام ده. هي دي بس الحاجة اللي هنعملها هنا، والباقي كله هيبقى في الفرن. ناخد كمان التوم اللي عندنا وبرضو نخليه كده على النار شوية مع البصل. تمام كده خلاص، هطفي عليها ونبتدي ناخد الفراخ بتاعتنا ونحطها هنا كده. طبعا الفراخ مغسولة وريحتها كويسة. هنحط بقى التوابل بتاعتنا كلها، ادي الفلفل وادي الملح، ونحط بقى التوابل اللي هقولها لكم دلوقتي كلها، قرفة، بابريكا، بهارات، كزبرة ناشفة، وعندنا معلقتين كبار من السماء. هناخد بقى الكلام ده كله ونحط عليه البصل اللي عندنا وزيت الزيتون. هندخل بقى الكلام ده كله على الفرن، هندخله الفرن على درجة حرارة 200، وبيقعد تقريبا 40 دقيقة، تقريبا 40 دقيقة لغاية ما يستوي. ومش هغطيه، بس هروح له كمان شوية نشوف لو نقصت عليه مية بنزود. بتقدروا لو تحبوا تضيفوا كمان ليمون، برضو بيطلع طعمه حلو ولايق على الوصفة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.